أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا سألني سائل وغلب على ظني أنه يشتري بهذا المال محرما كالدخان وغيره، يقول سلمك الله، إذا سألني سائل وغلب على ظني أنه يشتري به محرما كالدخان وغيره، فهل تكفي غلبة الظن بعدم إعطائه؟ نعم، غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، هي قاعدة. إذا غلب على ظنك أنه يشتري به محرما فلا تعطيه. نعم.